بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيقيم لإخوانكم بتحصيلات الله أجمعين بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. نسمع كثيرا قول بعض الإخوة. حفظكم الله. أنا أنصح السلفيين أن يتركوا تبادل التبادل. بارك الله فيكم. التنين مثل هذا الذي يصل الآن على يد عدنان عرور وأبي الحسن وأمثالهم. يعني يأتون بقواعد. طبعا تملك المنهج السلفي اهله صحيح ولا نجرح كيف قال ما استلم هذا الامر ابدا اذا حكمت حكمت ارفاض بارك الله فيكم منهج واسع للمنهج الواسع الافلح هذه كلها ضد اصول منهج السلفي في الدعوه الى الله والتحذير اهل البدع فياتي مثل هذه القواعد المميئه بارك الله فيكم والتي تميئ الشباب خلي ما عنده غيره ما عنده نشاط لنشر هذا الخير بارك طبعا هذا الشاب بعدين لا يفرق إلى أهل القواعد بين أهل السنة وبين أهل البدع كل سجان عنده فهذا تذييب وتمييع للمنهج السلفي ولشبابه الإخوان المسلمين ميعون الروافض إخواننا والصوفية إخواننا وبارك الله فيك هو الدعوة السلفية تفرق والدعوة السلفية تشدد هذا تمييع بارك الله فيكم نحذر من التشدد بارك الله فيكم ونحذر من التمييع والتميل ونحذر من جهة أخرى أن يكون الإنسان يعني له نظرة كيف يعالج الأمور تختلف عن نظرة أخيه هذا يريد السرعة ويريد يحكم بسرعة ويريد كذا وكذا يريد خاطم وهذا يريد أن يتأنى ويأتي البيوت من أبوابها ويستخدم شيء الحكمة في التمييع هذا غلط وأنا أنصح يعني الطرفين بالاعتدال والتوسط وأن يتركوا تبادل التهم فيما بينهم وفي مقابل فلان يميع فلان متشدد فلان متطرف فلان منفر ويكثر الكلام هذا الآن في جماعات مثلا في الرياض في قطر شيئا أهل السنة أنهم متشددون العلمانيون يرون المسلمين أمام متشددين يرون أنك إذا ما واليت النصارى وأحببتهم وخالقتهم وكذا وكذا أنت متشدد السياسيون اللي ينتمون إلى الإسلام غير العلمانيين مميعين يرون مثلا التحريم أهل البدع ومجافاتهم مثلا لأجل هذه الدعوة يرون هذا تشددا الكلام في أهل البدع والتحريم يرون تشدد فيجعلون يعني القيام بالأمر المعروف وأن المنكر وأن البدع بارك الله فيك يرون هذا تشددا وهذا الصنف هم المنيعون الذين يرون تحريم أهل البدع بالحكمة وبالعلم وبارك الله فيك الدعوة إلى السنة بنشاط ونقد أهل البدع بعلم وحجة وبرهان يرون هذا تشدد هؤلاء المنيعون لا شك وأنا في بداية هذا الأمر نجمت مثل هذه الأشياء فلان منيع فلان متشدد وجهة النصيحة قلت لا نريد لا نستطيع أن نصب الناس في قالب واحد من كلهم طبيعتهم واحدة في القوة أو في الضعف هذا ما يحصل أبدا حتى في عهد الرسول كان في ناس قطيع أشداء مثل عمر وخالد وهؤلاء والدين يحتاج هذا الصنف في ناس مجنين هم ضعفاء إن شاء الله والدين يحتاجهم فقلنا يا أخوة كل واحد يحترم أخوه انت عندك حكيم عندك سياسة في الدعوة حكمة وهذا عنده في شيء من الشدة مثلا اذا وضع الشدة هذه في محلها فلا تأثر عليه وهذا اذا وضع اللين في محله فلا تأثر عليه فلا تتبادل التهم انت تقول متشدد وانت ما تدري ما هي الشدة وتصف يعني الامر الشرعي بالشدة والاخر لا يعرف الحكمة بارك الله فيك ويرى الحكمة تمنيعا
ثقوا هذه الأشياء، ثقوا هذه الاتهامات، بارك الله فيكم، وزنوا الأمور بالميزان الشرعي، واعلموا أن الناس يتفاوتون في إقبائهم. فإذا كان أخي قوي ونشيط يكتب بارك الله فيه بعلم وحجة وبرهان، وينتقد بحجة وبرهان ويضع الأمور في نصابها، ما أقول متشدد، ما أقول، لأن هذا تنفير من دين الله وصد عن سبيل الله. وإذا أخي عنده حكمة ويدأب مثلي حريص على هداية الناس، لكن أسلوبه يختلف أسلوبه قليلا، والغاية واحدة. أنا أظن ما أفرض التغير. نعم.